فرصة انهم يتكشفوا قدام الناس. جمال عبد الناصر اللي ادالهم 5 فدادين هم اللي ربوه لبسوه بدلة وعلموه. يا خال لما الاخوان بيشتكوا من انه الاخوان يشتكوا؟ بيشتكوا. ربنا يقبل منهم يا ستي ويموتنا ويزيح ده خالص من الدنيا عشان لا يشوفونا ولا نشوفهم بصراحة. جريمة لم لها وصفة وكافيين على الجريمة مجهول، ولو فرطنا في الضفة هندخل سينا بالبصمة، فعلا هتدخل سينا بالبصمة.